صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله جل وعلا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. يقول: ما المقصود بالصديقين؟ الصديق كثير الصدق، الصديق كثير الصدق الذي لم يجرب عليه كذب، هذا هو الصديق. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. فالصديق مبالغة في الصدق، كثرة الصدق. نعم.